مش بقول لك انك بجم؟ هعيد ابو الهدى الطيران. سامع الطبيان بتوعك بيقولوا ايه؟ بقول انها تستنى هنا في العوامه كام يوم عقبال ما اجهز لها شقه. انا عايز اقول ان الوالد كان اب رائع بمعنى كلمه رائع فعلا. كل واحد بيشوف ابوه احسن اب، انما دي حقيقه بالنسبه لي انا. الوالد كان كاب اب رائع وعظيم، وفعلا احنا كنا بنحمد ربنا ان هو وهب لنا اب بالشكل ده، ربانا واحسن تربيتنا وقومنا. وعايز اقول لك يعني برغم ان هو ممثل كوميدي وبيضحك الناس والناس متخيله ان هو طبيعته ان هو في طيبة وفي روح وفعلا بيبان كده، انما انا عايز اقول الوالد في الاول في فترة ان احنا كنا صغيرين كان شديد علينا وكان بيقوم ويربي، وكانت والدتي تشتكي له مننا ولما حد يعمل حاجة، وكنا فعلا نخاف منه بمعنى كلمة نخاف منه، وكان يبقى شديد علينا. فضل ده مرحلة الطفولة او احنا صغيرين. بعد كده اما كبرنا بقى شوية خلاص تحول الموضوع لصداقة، وصداقة جميلة يعني اللي بيها بنتكلم في كل حاجة ونتناقش ونتحاور، وأب ديمقراطي يسمع مننا وياخد رأينا في أعماله ويشوفنا ويعرف أصحابنا وأصدقائنا ويعايشنا ويتواجد معانا بالرغم من ظروف طبيعة عمل الفنان إن هو بتبقى وقته بيبقى صعب، التصوير ممكن في أي وقت ما عندوش مواعيد محددة لأي حاجة، إنما بالرغم كده كان يحرص إن هو يوفر لنا وقت وإن هو يتواجد معانا في مناسباتنا يبقى موجود، يعرف أصدقائنا بالاسم وقريب منهم. فيعني في الجانب الإنساني في الوالد كان كأب وكزوج وحتى كجد، يعني عايش مرحلة إن هو يبقى جد وكان عنده أحفاد مارس معهم يعني الحنية والحب بشكل رائع. يعني الأولاد اللي كانوا أصغر منه الشباب اللي كانوا بيعملوا معاه تشوفيهم بيتعاملوا معاه إزاي، بعيدا بقى عن الناحية الفنية أو ياخدوا نصايح من ناحية الفن أو كده أو أعمالهم أو حاجة تفيدهم في مجال عملهم، لا كان الجميل إن هم بيتكلموا معاه في حاجاته الشخصية، في حياتهم الشخصية وفي مشاكلهم، والواحد يكون عنده مشكلة يلجأ له ويسأله وياخد رأيه، وكان هو كأنه أب ليهم كلهم. أنا لبست ده وشفته بنفسي مع الأجيال اللي كانت صغيرة بالنسبة للوالد، وكانوا طالعين وهو كان أكبر منهم وكان متواجد أشوفه إزاي، وسمعت كمان قصص حتى بعد وفاته من فنانين كانوا صغيرين وكبروا بعد كده إزاي بيحكوا عليه أما كان بيبقى عندهم تصوير برة أو مسافرين يعملوا مسلسل في مكان، إيه المواقف اللي عملها معاهم وإزاي كانت روحه وإزاي هو كان يلمهم وإزاي يعني. فطبيعة لا الأب كان والإنسان في حياة محمد رضا كان شيء رائع جدا. والدتي وهي كانتش في الوسط الفني، كانت بعيدة عن الوسط الفني، وكان لقائهم أو ارتباطهم ببعض إنه كان صديق أخوها يعني خالي الله يرحمه، كان هم أصدقاء وكان بحكم الصداقة بيتردد عندهم في البيت وشاف والدتي فقال له، قال له أنا عايز أتقدم لأختك وكده، وسألوها ووافقت وكان جواز بشكل ده، والحمد لله عاش الجواز ده سنوات طويلة جدا، وكان فعلا ارتبطوا ارتباط جميل. وأصفر بقى أن بقى فيه 4 أولاد، بنت وثلاث أولاد. يعني أختي أميمة دي كانت أول مولودة بالنسبة لهم، وكانت إنسانة جميلة جدا روحها جميلة. وجينا احنا 3 أولاد بعد كده، أنا ومجدي أخويا وحسين، احنا 3 ولاد وبنت، كلنا ما حدش فينا دخل المجال، بالرغم ان احنا لم نكن بعيدين عن ان احنا نكون معاه في الكواليس في المسرح دائما، خصوصا فترة الصيف اما يبقى عنده مسرحية واحنا في اجازة، فطبيعي ان احنا الفترة كلها موجودين معاه في الكواليس وبنعيش معاه وصرحنا معاه يعني في اماكن تصوير افلام دايما متواجدين. وكان رأيه بيقول لو حد فيكم عنده الموهبة او شايف ان هو موهوب وعايز يتقدم ويخش الوسط ده انا بمنعش، انا لا ارفض، بس خليكم عارفين ان انا مش هزق حد ولا انا هبقى وراه ولا ليا دعوه بيه، انتوا لو شايفين اعملوا. النصيحه الاساسيه اللي هو حرص عليها طول عمره وحتى وفاته واللي كان دايما يقولها لنا،
نصيحة حب بعض، يعني كان دعوة للحب. أنا أبوي بقول أبويا ده كان دعوة للحب، لأن هو فعلا أكتر حاجة طلبها مننا إنه حبوا بعض، وزرع فينا فعلا إنه حب، وتشوفينا متكتفين كأسرة إزاي، وإزاي كإخوات قريبين من بعض، وإزاي بنحب بعض فعلا. يعني ده هو طلبه، وكانت هي دي دعوته لينا، وحرصه عليها كان شديد جدا. ففعلا احنا حرصنا على ان احنا نفذ طلبه ده، وكلنا فعلا طلعنا نحب بعض، وكان فعلا الجو اللي مترابطين. فده الحمد لله اكبر نعمه خدناها وحرصنا عليها الحمد لله. الحقيقه الوالد دايما كان يذكرها انه استاذ توفيق الدقن، هم نشا بينهم صداقه، وهو اللي نصح الوالد انه يدخل المعهد العالي للفنون المسرحيه. قال له يعني يا محمد ما معناه الموهبه اللي عندك لازم تثقلها بالدراسه وتدرس. ففعلا الوالد سمع كلامه ودخل فعلا المعهد العالي للفنون المسرحيه، وتتلمس بقى على يد استاذ يوسف وهبه واستاذ زكي سليمات، واتخرج من المعهد سنه 53. وبعدها بدا ياخد ادوار بقى صغيره، بدا يشق طريقه، عمل ادوار صغيره كوكيل نيابه، ضابط، دكتور في بعض الافلام، عمل مع الاستاذ فريد شوقي بعد كده في حوالي 55، عمل فيلم جعلوني مجرما، كان دور صحيح صغير بس الوالد ادى كويس وخد عنه جايزه، وكان سعيد بيه جدا الوالد انه كان ده في بداياته خالص. وعمل بعد كده معاه فيلم فتوحات الحسنيه، وعملوا بقى المسرح الحر كان متواجد. المسرح الحر ده كان متكون من مجموعه شباب مثقف دارس، كانوا هم بيختاروا الاعمال الفنيه اللي هيعملوها، وكانت كلها لكتاب وناس من الكتاب الكبار قوي زي الاستاذ نجيب محفوظ، الاستاذ نعمان عاشور، ناس كتير جدا من يعني بيختاروا اعمال قيمه، ويقعدوا هم مع بعض كمجموعه ويختاروا مين اللي هيؤدي كل دور. جت بقى يعملوا مسرحيه زقاق المداء، ودي كانت بدايه ارتباط الوالد بشخصية المعلم. كان قبلها أبعد ما يكون، الوالد أول ما طلع كان أولا عمل حاجات باللغة العربية الفصحى، وعمل أعمال لشكسبير، وبحكم دراسته وبحكم في المعهد كان بيعمل ده. والوالد كان جسمه رشيق جدا، وكان ممشوق، ما كانش فيه الكرش ده خالص ولا التخن ده. سبحان الله الدنيا مشيت بيه في اتجاه تاني خالص، و حصل ارتباطه بشخصية المعلم كرشة في مسرحية زقاق المداء الأستاذ نجيب محفوظ، كانت نقطة تحول في حياة الوالد. يعني دي علامة فارقة، وهي دي اللي ربطت الوالد بأداء شخصية المعلم، واللي هي اشتهر بيها وبقت جزء منه وعاشت معاه لغاية آخر أعماله ولغاية آخر وقت. كانت هي دي، مش عايز أقولك إن هم كانوا مفصلين له كرش، يعني متفصل كرش يلبسه تحت الجلابية، لأن المعلم هو في الشخصية دي بالذات في بتاعة معلم كرشة وفي زقاق المداء، هو زقاق ده القهوة دي هي اللي بتدور فيها معظم الأحداث، وهي اللي بتجمع فيها كل طاقم العمل وكلهم بيبقوا متواجدين فيها. فشخصية المعلم لازم له سمت كده وله شكل، لازم يبقى مالي مركزه، اللي هو كبير الحته، هو الحته كلها بتلجأ له، هو يعني المعلم بمعنى كلمه المعلم اللي احنا عايشه وكنا نعرفها وعاشت. صحيح ما بقتش موجوده دلوقتي، هو نوع فيها، ما يعني لو هو عملها بشكل واحد بس كان خلاص شخصيه انتهت، يعني مره اتنين هتكرر نفسك مش هتعيش، ما تقعدش السنوات دي كلها. يعني فشخصية المعلم كرشة دي الوالد أدى الدور باقتدار ونجح فيه نجاح كبير جدا، لدرجة إن الأستاذ نجيب محفوظ قال محمد رضا أدى شخصية المعلم كرشة زي أنا ما رسمتها بالظبط. فان المخرجين وصلوا لمرحلة إنه أما يجي لهم سيناريو أو سكريبت مكتوب فيه الشخصيات ويلاقوا فيها شخصية معلم، تبص تلاقيه كتب محمد رضا بدون تفكير. يعني عادة المخرج بيختار يبقى عنده بدايل، يقول فلان عشان ممكن فلان ده يكون مسافر بيعمل عمل تاني أو مش متواجد أو ما أو مش متاح، فيحط دايما في كل شخصية أكتر من اسم على أساس إن هما يعني ده مش متوفر يبقى التاني ده البديل، نمرة اتنين نمرة تلاتة.
الغريبة ان هم عند الوالد كانوا يقفوا فعلا فترة فعلا من فترات اللي هي تألقه، كان وصل ان المخرجين بيتفقوا مع بعض. لا هي جت مع الشخصية طبعا، يعني ما كانش موجود في تفكيره انه هيدخن شيشة، بس هو طبعا هي جزء من شخصية كابتن تكوين المعلم الشيشة. فوصل بقى ان هو فعلا بقت فيه شيشة، وبقى فيه شيشة في البيت، ويبقى فيه مشاكل، ويحرق السجاد بالشيشة ويعمل مشاكل في البيت. انما لا، كانت الشيشة بقت جزء وارتبطت بالوالد يعني. يعني وكانش لسه ظهر بقى الاضرار بتاعتها والناس تتكلم ان التدخين بشكل عام، فانما كانت هي جزء من تكوين المعلم. اي معلم، هو معلم قهوه وقاعد والشيشه موجوده، فلازم فبقى جت مع الشخصيه برضه. في افلام كتير قوي بيحبها، يعني ترتيبهم في السجن مثلا من الافلام الجميله، يعني جلجل ابو شفطوره ده في ترتيبهم في السجن وتقطيع قص الكلى والكلام ده، يعني لا كان جميل وقتها. لا هي كانت مكتوبه، هو ما اضافهاش. هو اللي عمل هو بعد كده، انا ودي اللي انا كنت بشوف فيها وكتير كان بيعملها، انه دايما المؤلفين بيكتبوا كلام بلغه عربيه عاديه، مكتوب عادي باللغه العاميه، كلام عادي. الوالد زي ما بقول لحضرتك انه كان يفرغ الدور بتاعه، يعني يكتب كده زي ما هو مكتوب بالظبط في النص، ويروح مفرغه كده، ويقعد هو بقى نفسه كده يروح يشطب الكلمه دي ودي تتحول كده، واخترع لغه، اخترع لغه لنفسه يكتبها ويؤديها ويكتب اللي هو الكلام بطريقته. والجميل ان المؤلفين ما كانوش بيزعلوا، والمخرجين ما كانوش بيزعلوا، ما حدش قال له لا ما تعملش كده يا محمد. كلهم شايفين الاستحسان بتاع الناس، رد الفعل شكله جميل ازاي، الناس بتحب ده. يقول كلام ما تتصوريش انه ممكن يتقال. استوعاظ ما فيش استوعاظ دي، يعني هل انا اسوأت اليك؟ ما فيش اسوأت اليك. فيدخل اللغه العربيه في كلام العامي ويشقلبه هو بطريقته. هو اللي كان يعمل ده ويكتبه بنفسه، واحنا كنا نشوفه هو بيعمل ده ونتابعه فيه. فهو اخترع لنفسه ده، والناس بقت بتتلقى ده منه بحب وبسعاده وحابين. وفي كومنت وفي حاجات لغايه دلوقتي عايشه من الحاجات اللي هو يعني كان بيعملها. شوفي قعد 30 سنه، النهارده الناس بتكتب الحاجات دي وتلاقيها موجوده على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا كان ظاهره الحمد لله. في اعمال احنا حضرناها مع، يعني اذكر مثلا من الاعمال اللي احنا حضرناها معاه، فيلم كان بيتصور اسمه الزواج على الطريقه الحديثه، ده كان سعاد حسني وحسن يوسف وعبد المنعم ابراهيم ناس كتير قوي، يعني ثلاثي اضواء المسرح. والعمل ده كان بيتعمل في فيلا وفي بيت قريب من المدرسه بتاعتنا اللي احنا كنا في اعدادي في المدرسه في الدقي، وكان في ظهرها المكان بتاع تصوير الفيلم كله، اتصور في المنطقه دي وباين ميدان الثوره والمنطقه دي كلها وكل الفيلم. فكانوا في مأجرين فيلا هي بيستريحوا فيها، احنا كنا نخلص المدرسه نروح على مكان التصوير نقعد معاهم ونعيشهم وهم بيصوروا، ونشوفهم ونشوف ثلاثي اضواء المسرح ونشوف المجموعه كلها، وسيد عبد المنعم ابراهيم وحسن يوسف وسعاد وكل المجموعه دي. فبحكم ان صدفه ان الفيلم بيتصور ورانا، فتواجدنا معاه وعشنا كواليس تصوير الفيلم ده كله. والله الوالد يعني هنقول على دايما كان يقول ان الفنان الكوميدي بياخدش حظه وبياخدش نصيبه من التكريم، وانه دايما يعني برغم ان هو مقتنع وهو الناس كلها عارفه انك انت تضحك الناس او تدخل بهجه وتسعدهم اصعب شيء كده انك انت تبكيهم. بكيهم سهل جدا، انك انت تخلي اي حد يعيط او يزعل او يتضايق او كده، انما انك انت ترسم بسمه على وجه حد او تسعده او تخليه يضحك، دي مهمه شقه جدا. وبره فنان الكوميدي ده بيكرم تكريمه بقى له وضع خاص. احنا عندنا مشكلتنا في مصر ان ما كانش فيه ده. فالوالد انا مش عايز اقول لك التكريمات اللي حصلت للوالد بعد وفاته اكتر من اللي اتعملت وهو عايش، يعني اللي انا عشتها وانا اللي خدتها والجوائز اللي انا خدتها باسمه على مدى السنين دي اكتر من اللي اتعمل له وهو عايش. فكان دايما حتى يتسال السؤال ده، انت خدت حظك من التكريم او انت راضي عن يقول لا انا خدت حب الناس، يعني تكريمي ولقيته في حب الناس ليا وصدى الناس، وده هو ده بالنسبه لي
ده أكبر جايزة بالنسبة لي. لا يهمني يعني كان لعمره يفكر في جوائز رسمية أو حاجة معينة أو لا، هو كان يقول حب الناس ليا ده في حد ذاته ده شيء رائع وشيء أنا بعتز بيه. ساكن قصادي الوالد ختم بيه حياته، الوالد توفى وهو بيؤديها وبيشتغل في ساكن قصادي، وكانت مباراة في التمثيل والأداء من عباقرة، من سناء جميل وعمر الحريري وخيرية أحمد ودوالد، كانوا الأربعة دول الكبار اللي هم. والجميل في المسلسل ده هو كاتبه الأستاذ يوسف عوف، هو كاتب رائع كان، والمسلسل اجتماعي ومفهوش كلمة خارجة، وكان بيوصل معاني وبيوصل رسائل للناس بأسلوب بسيط جدا، وهو عامل شخصية جميلة الوالد فيه، يعني برغم ان هو مش لابس معلم انما هو كان عامل شخصية المعلم، يعني المعلم شخصيته كانت جواه في شخصية سيد اللي هو بيعملها دي، وكان وصلها للناس جميل جدا. والتلاقى الاربعة كانوا بيتباروا والناس كلها كانت، يعني المسلسل ده كان من اجمل المسلسلات اللي حصلت، ولغاية النهاردة اما بيعرض انا برضو بشوف رد فعل الشباب الصغير عليه ايه، وايه اللي بيتكتب، وازاي الناس بتقول ايه الجمال ده، وايه الناس دي بتعمل الفن الجميل ده ازاي، وازاي من غير لا كلمة خارجة ولا لفظ مش مقبول يخش البيت. لا هو لا بلاش نقول متعصب، هو كان مشجع رياضي، الولد بيحب الكورة، يعني انا مش عايز اقولك انا ساعة من يوم ما اتولدت كان الولد في ماتش كورة، يعني كان يوم جمعة وكان هو واصدقائه خدوه، كانت والدتي طبعا خلاص المفروض منتظره الولاده، وانا ولدت فعلا وقت الماتش، وهو كان في الوقت ده كان في الملعب بيشاهد المباراه. فالوالد بيحب الكوره، كان يعني غاوي ويتفرج، وهو كان زملكاوي، يعني هو ما كانش ساعات كانش يقول انا بحب، يعني الجمهور الاهلي انا بحبه وكل الجماهير بتحبني، فانا ما انما الناس كانت عارفه ان هو زملكاوي، بس ما كانش متعصب، يعني كان يحب الكوره بس يعني هو يبقى في مناوشات بينه وبين صلاح سعداني مثلا، صلاح سعداني اهلاوي كبير، الوالد زملكاوي، فكان يتناوشوا ويكلموا وحاجات زي كده، واما كان الزمالك يتغلب طبعا يستخبى والحاجات دي بتحصل يعني، انما لا هو كان يقول انا كل الجمهور الناس كلها بتحبني وانا بحب الناس كلها، فجمهور الاهلي انا احبه وجمهور كل الانديه انا ما افصلش نفسي عن حد او ما اقولش ان انا زملكاوي بس وخلاص، فكان دايما يقول انا يعني الكره عموما انا بحبها، انما وكان بيلعب كره في وقت من الاوقات وهو في شبابه كان بيلعب، يعني وفي الاذاعه كان بيلعب اما بيعملوا اعمال، كانوا عاملين فريق وفي ماتش وقع اتكسر وبطل كوره بعدها ساعتها خلاص ما لعبش كوره تاني، حرم بعد القصه دي ما حصل. بيجيني وانا ناس كتير قوي تبعت لي، يعني لما يلاقوا حاجه ما انا يمكن ما كنتش شفتها ابص لحد من اصدقائي حد من اللي معايا في على السوشيال يبعتها لي مخصوص وبيوريهاني، ففعلا بتبقى فيها حاجات ظريفه جدا وفيها جمل اللي هو كان بيقولها فعلا تلقائي وقتها، فعلا تبقى راكبه على موقف معين او تصلح لحاجه فتبص للناس تتداولها ويبعتوها لبعض وحاجات زي كده. لسه شايف حاجه قريب قوي، عفارم عليك وحاطط له صوره من هو لما كان طالع في فيلم السفاح وده عامل شنب الكبير قوي ده، والصوره بتتحط وبتتنشر ويحطوها حاجات كتير قوي بالشكل ده. دي من اصعب اللحظات اللي مرت في حياته، وكان شيء صعب جدا. وأميمة اختي زي ما قلت لك هي بنت واحده، يعني احنا ثلاث اولاد انما هي البنت الوحيده، ومش مجرد انها بنت وحيده وخلاص، لا كانت شخصيتها جميله، يعني انا مش عشان هي اختي لا، كان زي النسمه، يعني في ناس كده بتيجي في الحياه تمر زي النسمه. فأميمه مرض شديد جدا، وعاشت اخر سنتين من حياتها في رحله علاج ومرض وسفر لبره ورجوع، وكانت فتره معاناه صعبه جدا، وانتهت بان هي توفت وكانت شابه صغيره، يعني كانت لسه يعني عندها ابن ولسه بنتها ما كملتش سنتين. فوقع ده كانت علينا كلنا طبعا وعلى الوالد لا يوصف، يعني كان هو في حالة صعبة جدا جدا جدا، يعني وخدت فترة، يعني فالوقت ده كان هو بيمثل مسرحية، كان بيعمل مسرحية تبع الدولة اسمها طب بعدين، وقالوا له طبعا قالوا له طبيعي ان احنا هنلغي،
فالغريب ان هو اصر قال لا مش هنلغي هنطلع في عمال بتوع مسرح وبيستفيدوا دخلهم وليهم رزقهم من العمل ده، في جمهور قاطع تذاكر وجاي يحضر ملوش دعوه بانا ظروفي ايه او ايه اللي حاصل. واصر فعلا، واذكر ان احنا يوميها كلنا رحنا معاه يعني صاحبناه في 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 المسرح في 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 الوقت ده، وكنا ورا الكواليس وكنا يعني مشفقين عليه ان ازاي هو بالحاله النفسيه دي وبالظروف اللي هو فيها دي ويقف، ومش عايز اقول لك وقف على خشبه مسرح ومثل وضحك الناس والناس ما عرفتش اي حاجه لغايه ما بعد المسرحيه ما خلصت خرج، كان السيد راضي اعتقد هو المخرج، خرج وقال للناس قال لهم محمد رضا اصر ان هو يجي النهارده ويمثل ويسعدكم ويفرحكم بالرغم ان هو بيمر بظروف، وقال لهم فتخيل الواقع ده كان على الناس شكله ايه. في الوقت ده كنت مسافر ومجدي اخويا كان مسافر، كنا احنا الاثنين بره، كان الوحيد الموجود حسين اخويا ووالدتي وعبير بنت اختي هم اللي موجودين معاه في البيت، وزي ما حضرتك راح صور وانتهى من التصوير وكان صايم رجع فطر معاه. حسين كان هيمشي يروح بيته قال له اقعد يا حسين ما تمشيش خليك قاعد ما تمشيش. قعد حسين كلم في البيت وقال لهم انا هفطر مع بابا هقعد بابا عايزني اقعد خليني اقعد قعد وفطره تمام وكل حاجه زي الفل. وبعدها بعد الفطار بشويه جاله مكالمه تليفون كان صحفي من اذاعه القناه بياخد معاه حديث، فبيتكلم معاه وبياخد معاه الحديث السماعه وقعت من ايده وتوفى وهو بيتكلم معاه. رجعت ان وعبير هي اللي شافته وندهت لحسين اخويا فجاه وخد السماعه وكلم صاحبي قال له الوالد توفى يعني في لحظتها بدون اي، وكان في احسن حالاته صحيا يعني بيقول لحضرتك بيصور وكان قبلها شايفينه وزي الفل كويس وكل لا 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 ولا مرض ولا تعب ولا اي حاجه كان يعني في احسن. مش عايز اقول لك انا كنت مسافر وعارف ان انا مش هنزل على العيد الصغير، كان ده رمضان وعارف ان انا توقيت سفري هيخليني انزل على العيد الكبير مش هاجي. واذكر اخر لحظه وانا بسلم عليه ورحت اسلم عليه وكنت مسافر، فهو بيبص لي كده وبيضحك ضحكه وبيقول لي انت هتيجي على عيدك على العيد. اقول له يا بابا مش هينفع. انا بقى يعني مستغربه ان هو بيقول لي كده لانه انا عارف قواعد الشركه اللي انا بشتغل فيها وظروف سفري وتوقيت سفري ان انا مش هقل. كان كنت مسافر قبلها بشهر، الكلام ده كان في ديسمبر يعني بنتكلم الكلام ده في ديسمبر وانا مسافر في وهو توفى في فبراير. فقال لي انت هتيجي على العيد وبيضحك وبيصر وانا اقول له مش هينفع. عارف انا بقاوح لان انا عارف انه قانونا مش هينفع لازم هنزل على العيد الكبير من اللي هناك موجودين وهم اللي هينزلوا على العيد الصغير فانا مش هنزل. فصادف ان فعلا ان هو يعني يحصل الوفاه في 21 رمضان واجي وانزل والعيد ابقى هنا واقضيه وابقى معاهم. فسبحان الله يعني هو كان في شفافيه وفي كان في جمال وكان روح يعني جميله الوالد يعني.